مرحبا بكلنا باللي التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال وقايد باش نحكيو على ياسير اكسبريس. وقت ياسير اكسبريس ديما تجينا بلي بون بلون وسيرتو لي ريستورون اللي سبيسياليتي نتاعهم التاكوس. ما نجموش ما نحكيوش على لو ريستورون لاس تاكوس اللي في البونليو سود. دونك كان انت اللي تتفرج فينا توا موجود في الزهره ولا بومهل نجم تكمندي التاكوس نتاعك بالزانغريديون اللي تحب عليهم على ياسير اكسبريس ويوصلك لوين انت موجود بسامبل كليك. دونك التاكوس اليوم ينجم يكون فطور ولا حتى في العشاء. ادخل على ابليكاسيون ياسير اكسبريس وحط المنيو على نتاع بلوتو نتاع لاس تاكوس وعدي الكوموند نتاعك من عند لاس تاكوس في الزهره. دونك بنا من عندهم تاكوس ياسر بنين انا جربته مره. دونك يعطيهم الف صحه. خلينا نمشيو توا مع الشيف. الختام فاطمه كيف ما قلت نذكر مشاهدينا اليوم بالاطباق اللي حضرناهم. الشيف فتحيه حضرت لهم بوش ياسر مزيان وحضرت معاه دي بونبون شوكولا اي سيغتو نقول لكم هنا يلمعوا مزيانين ويلمعوا. انا جوستومون عندي الخاصيه بتاع اللي يلمعوا ديما يقولوا لي شوكولاته تلمع. راهو سي با سورسي تشريو مول مزيانه تشريو ترمومتر تخدموا شوكولاته تومبيري تجيكم بالضبط كيما خدمتها انا. معناها مش على خاطر انا خدمتها انا متاكده اللي انتم تجيبوها كيف كيف ولا والله احسن. الوغ ما عليكم كان تمشيو جاريه للسياخ تشريو ماتيريال تاع شوكولاته حتى لو مينيموم تنجموا تخرجوا به لو ماكسيموم. شوكولاتي كوفرتور بالطبيعه شريو شوكولات كوفرتور فيها اكثر كاكاو باهيه صحيا. معاها هي عملت تومبيراج كيما حكيت لكم عليه. عملت البوش نتاعي فيها جينواز متكونه من عظم خمسه عظمات 200 غرام فرينة 200 غرام سكر تركض السكر والعظم مع بعض ومن بعد دخلوا فيهم الفرينه وتحطوها. الفرينه نتاعي سبيسيال جاتو ورده وناكد عليها باش تجيكم سبونجيوز ومواليوز وميم طون ما تجيش جينواز شايحه. هذيك الباز نتاع الجينواز لا تحطوا لها لا زبده لا زيت لا حتى شيء راهو عظم سكر فرينه تجيكم جينواز ناجحه. المهم الركضان بالكدا خذوا ركاضه من عند سياغ وتشوفوا قداش طلع العظم بالكدا وفيسع. معاها هي قلت لكم على المقادير بتاع الجناش. الجناش بتاعي عاديه بتاع جلاساج ماهيش من جناش مونتي. وقلت لكم مقادير الكريم او بيغ عبيت البيش بتاعي بالكريم او بيغ في وسطها باش يبدا فما او ميم طون كريم او بيغ فاني اي شوكولا من برا تبدا اكيليبغي بخاطر شوكولا شوكولا تولي ياسر قويه بالاخص مع الدجاجه. بعد الدجاجه كيما هكا عبد يولي ما عادش ياكل ويرقد. هذه وريتكم لي تكنيك نتاع خدمتها الكل سهله وبسيطه. انا متاكده اللي انتم باش تنجحوا فيها في الدار. الوغ نقول لكم ان شاء الله اللي يحتفلوا بنويل واللي ما يحتفلوش نقول لهم كل عام حين بخير وان شاء الله ديما في نفس التوقيت ونهار جديد على نفس القناه. يعطيك الصحة شيف فتحية. مشاهدينا أنا اليوم مع هذه حضرت لكم زوز وصفات. الوصفة الأولى نعرف توا أكثر استهلاكا هي الدجاجة الروتي بطريقة سهلة وبسيطة. يلزمكم جوست تحترموا الوقت نتاع الماريناد والماريناد لازم يكون فيها نوع من أنواع الحمضيات. دونك استعملت أنا اليوم الخل نجموا تستعملوا جي سيترون تاخذوا القارص نتاعكم ترحيوه العصير نتاعو وتستعملوه هو مع لفاحات. حطيت كليل زعتر حطيت شوية ملح شوية فلفل أكحل حطيت معاهم شوية كان تحبوا تحطوا كركم كيف قلت لكم على الكولوراسيون تنجموا تحطوا فلفل زينه. هنا تختار انت شنو تحب تفوح ثم يحط ثوم ثم يحط كليل وزعتر فرشكين. دونك هنا المارينات تجي مزيانه هكا وبعد قبل ما تطيبوها تخليوها مده 12 ساعه ليله كامله تبات في الفريجدير. غدوه قبل ما تطيبوها تحطوا لها الزيت معها ولا شويه زبده اللي تحبوا انتم تحطوها في بابي كويسون ولا ساشي بتاع كويسون تسكروها مليح وتخليوها تطيب في الكوشه في طبق مده سويعه سويعه وربع على سخانه 160 170 درجه تمشي سله سله قلبها يطيب بالكدا بالكدا وتبقى جوتيز على خاطرها طابت مخنوقه احنا نقولوا يعني في وسط في وسط ساشي نتاع كويسون والا في وسط بابي كويسون. معها هي حضرت لكم الروز بطريقه سهله وبسيطه برشا. البسمتي ما يعرفوش يطيبوه يتكسر لهم كل شيء. انا وريتكم السر نتاعو اليوم كيفاش نطيبوه ماهوش حار شيف. الدجاجه مخنوقه يولي وبعد تطيب ما ياكلوهاش. الدجاجه مخنوقه معناها ايتوفي والا دونك ايتوفي حاجه اخرى. دونك هنا نحكي يا الله شيف عندها خيال واسع.
ومع هذايا الرز كيف ما قلنا اليوم لازم يكون ناكري بالقداء في الماتير غراس. شو معناها؟ معناها لازم يسخن شويه كيف الطنجره نتاعنا مع الزبده ولا مع الزيت باش يتغلف بيهم بالقداء وتولي الكعيبه ترانسبارونت. وقتها نحط معاها البصل، نحط معاها الخضره. انا استعملت اليوم سفناريا وجلبانه ومرقتهم، فوحتهم بيان سور شويه ملح شويه فلفل اكحل، وحطيت معاهم شويه كركم، سينو تخليوه ابيض زاد يجي مزيان مع الالوان نتاع الخضره. تمرقوه مرتين الفوليوم نتاعو ماء، تخليوها مغطي على نار متوسطه، مش هاديه برشا مش قويه برشا. اذا شفتوه شاح ومازالت الكعبه ما طابتش، تاخذوا له لوش ماء سخون. وقتها عندكم الحق تمرقوه بماء سخون، في الاول تمرقوا بماء بارد تخليوه يطيب، في الاخر تخليوه ناقص شويه طياب، تخليوه مغطي تطفيوه عليه وتخليوه مغطي في الفابور نتاعو، يكمل يطيب الرز نتاعكم، يجي مفرك كل كعيبه وقتها. معاهم هما حضرت سلطه، سلطه استعملت فيها البتنجيره، استعملت فيها قرع الاحمر، استعملت فيها البطاطا، هذوما الكل قصيتهم مكعبات وقريتهم، حطيت معاهم شويه مالح، حطيت معاهم البصل الاخضر بالعروش نتاعو، دونك نستغل اللون ونستغل النكهه الموجوده فيه. وما تنسوش الفخوماج غرييغ من عند مرياح، نختاروا ديما معانا مرياح، وكيف ما قلت تنجموا تطلبوا مرياح تو بمناسبه راس العام، تستهلكوا برشا فروماج، دونك تنجموا تطلبوا مرياح يوصلكم حدش لداركم، ودخلوا على لو دو باج نتاعهم فخوماج غي مرياح تلقاو اللي تلوجوا عليه الكل. دونك حطينا الفاح نتاع السلطه كان بزيت الزيتون الموجود في حكه الموجه، الحكه الصفراء هذيك، سقطرنا الزيت نتاعها فوحنا بسلطه، والفصوص زينا بهم مع شويه عظم مع شويه بيمونت كيان. صحه وفرحه لكم مشاهدينا، هذه مساهمه منا في دبارتكم اليوم. استنونا في دباره جديده على قناه 9 في برنامج الماتينال، انا والشيف فتحيه الشواشي، الى اللقاء. مشكورين للشيف، انا بدي نشكر السنتر دي ستيك باك ستيج اللي تلقاوه في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. ديما نعاود ونذكركم اللي هو ابارتيغ من البارح الاربعاء حتى كش الاخر الشهر عندهم 50% على اي حاجه تعملها من عند باك ستيج. ما عليكم كان تدخلوا على السيت نتاعهم وتاخذوا لي رونديفو كيف كيف. اللي معناتها الحاجه اللي نحب ديما نقولها لكم اللي هما يخدموا 7 ايام على 7 من 10 نتاع الصباح حتى كش 7 نتاع العشيه. دونك اطلبوا ومشوا ريزيرفيو، راهو باك ستيج يخدم نساء ورجال وبنظام واللي تحب انت. دونك وخدمه ياسر مزيان، ولي برودوي خاصه فريمون برودوي دو كاليتي ما يلعبوش. كيما زاد نشكر انزو شوز اللي نلقاوه في المنزل سابا بحدا سونتر كرام، باج فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. الحاجه اللي نحب نقولها زاد اللي هما بمناسبه راس العام عاملين دو برومو حتى على حاجات جديده، عندهم زاد شوروم جديده حلت الحمد لله اليوم اللي هي خاصه بالاكسسوار للناس تحبك تشري صبات وساك من عند انزو شوز، وتاخذ الاكسسوار اللي تابعينها من عند انزو زيدا الاكسسوار. يعطيهم الف صحه ومبروك عليهم العتبه الجديده. كما زيدا نشكر اندلس فاشن البوتيك اللي تلبس فيه، نلقاو البوتيك في قلب بنزرت. وزيدا كان تحبوا تعملوا حاجات سور ميزور، حاجه شفتها في المجله ولا غيره، نجم تهزها لهم وياخذوا القياسات ويعملوا لك الحاجه اللي تحب عليها من عند اندلس فاشن. وكيف كيف نشكر زادا سياندم البوتيك اللي تلبس فيها زادا، تلقاوها في طريق سكرة، باج فيسبوك وانستغرام سياندم سكرة. ميرسي فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه، بالسلامه. علاش ليه؟ يا اللي بيك فرحتنا، تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا، قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة.
تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كل ما يلصقش فوق الجاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة، بيجيك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS cuisiner autrement. تعرف اوتيل ياسر مزيان، سورتو الماكله، سورتو الماكله ياسر بنينه. هاي والله في 80 دينار. كم؟ سامحني خويا، تحكي على الاوتيل هذا؟ اي انا ريزيرفيت ب 100 دينار. 100 دينار؟ وانا كيفاش ب 105000؟ كيفاش عملت؟ يا اخي ما تعرفوش لي برتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس. كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول libertavoyage.com. بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها. ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الاسعار من جديد. للمزيد من المعلومات libertavoyage.com او الاتصال على 71 90 56 56. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني أوترمون. I'm nature.